معكم إسراء البحيصي، صحفية فلسطينية بدأت العمل في سن مبكر جدا والتحقت بهذه الجامعة، جامعة الأقصى. حينها كنت مذيعة في إذاعة الحرية وبعدها إذاعة العمال ومن ثم إذاعة الإيمان، ثم مذيعة في تلفزيون فلسطين. كنت في العام الأول من الدراسة في هذه الجامعة أحاول أن يعني أستغل كل الخبرات الموجودة من أساتذة ومن مشرفين، كل منهم كنت أحاول حتى بعيدا عن المحاضرات الدراسية أن أذهب إليه، أن أنهل من علمه ولو القليل من تجربته، وكذلك فعلت خارج أسوار الجامعات. وقعت أول عقد عمل دولي وأنا في العام الثاني من الدراسة، سنة ثانية في هذه الجامعة، كلية الإعلام تخصص الإذاعة والتلفزيون، وذلك كان مع قناة العالم التي أعمل بها منذ 16 عاما، يعني منذ اللحظة التي وقعت فيها العقد وأنا في هذه الجامعة حتى اللحظة التي أحدثكم فيها الآن وأنا مراسلة لقناة العالم الإخبارية. وبالتالي هذه الجامعة لها مني أو لها عندي الكثير من الذكريات والارتباط، لذلك أي دعوة تأتيني من هنا أنا ضعيفة أمامها ولا يمكن إلا أن أقبلها، لأنها تذكرني بذكرياتي الأولى في مجال الإعلام وكذلك طواقمها التدريسية التي كانت في ذلك الوقت يعني داعما وسندا لي، وما زالوا حتى اللحظة يذكرون لي كل اجتهادي ويساعدون في أن ينقلوا تجربتي للأجيال اللاحقة، التي أؤكد لهم أن العلم وحده لا يكفي، عليك بالعلم وبالتدريب. وبالتالي اليوم نتحدث عن كلية جمعت لك الأمرين معا، لم يكن ذلك في زمننا. الآن كلية الإعلام في جامعة الأقصى تجمع ما بين العلم وما بين التدريب، فهذا أمر جيد على جميع الطلبة أن يستغلوه لصالحهم.